أهلا بكم. استعرضت حكومة الإطار التنسيقي في العراق إنجازات وزارة التعليم العالي ضمن المنهاج الحكومي. تداولتها وكالة الأنباء الحكومية مثيرة استهجان الشارع العراقي في وقت يخرج قطاع التعليم في العراق من جميع التصنيفات الدولية المرموقة، حيث استبعدت مؤسسة كيو إس بريطانية الجامعات العراقية من قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، فيما ضمت 14 جامعة عربية ضمن القائمة. يأتي ذلك بعد أسابيع من تعرية الجمهور العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي تلفيقات وزارة التعليم العالي، عندما زعم الذي يترأسها وهو نعيم العبودي، وهو طبعا أحد قيادي ميليشيا العصائب، زعم أن جامعة عراقية حصلت على المرتبة 37 أو الترتيب 37 في تصنيف التايمز العالمي، بينما من حصل على هذه المرتبة بالواقع جامعة في أستراليا وهي جامعة ملبورن، في حين حلت جامعة بغداد في تصنيف التايمز نفسه في التسلسل 1501. نضع تحت الضوء مشاهدين الكرام إنجازات وزارة التعليم العالي ضمن المنهاج الحكومي لحكومة الإطار التنسيقي في العراق. سيكون معي في هذه الحلقة ضيفي في الاستوديو الدكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور. مرحبا بك. وأيضا أرحب بالدكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي ضيفنا عبر سكايب. دكتور محمود مرحبا بك. مرحبين، أهلا وسهلا. نشاهد مشاهدين الكرام بداية هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. التعليم أساس تقدم الأمم وركيزتها التي تستند إليها نحو الرقي والازدهار، وإهمال التعليم جريمة ترتكب بحق الشعوب والأمم، كما يحدث للأسف في عراق ما بعد 2003 في ظل غياب سياسات تعليمية واضحة على جميع المستويات. وزارة التعليم العالي الحالية في العراق تخادع الشعب بإنجازات وهمية تسعى من خلالها إلى تضليله عما تمر به مسيرة التعليم من انتكاسات وتعثر وتبعية لأجندات دول أخرى مثل إيران، التي تعد جامعاتها من أسوأ الجامعات في العالم من حيث جودة التعليم ومنح الشهادات المزورة. فترى الحكومة الحالية تسارع في افتتاح فروع لجامعات إيرانية فضلاً عن إبرام 158 مذكرة تفاهم بين الجامعات العراقية والإيرانية. خبراء تربويون أكدوا أن الفساد الحكومي ونظام المحاصصة الطائفية وراء تجدد الأزمات وانهيار التعليم، بدءاً من نقص الكتب والأبنية المدرسية إلى وضع المناهج من رياض الأطفال إلى التعليم العالي، ما أثر بشكل مباشر على المنظومة التعليمية في بلاد خرجت من التصنيفات الأممية لجودة التعليم، ومنها خروج العراق من مؤشر دافوس لجودة التعليم نتيجة التخبط في رسم السياسات التعليمية. من جانب آخر، كشف مديرو عدد من المدارس عن حالات العنف داخل مؤسسات التعليم، حتى أن الطلبة بدأوا يحملون الأسلحة والسكاكين داخل المدارس، مشيرين إلى أنه لا يكاد يمر أسبوعاً إلا ويتم تسجيل اعتداء من قبل طلبة أو ذويهم على المدرسين والمدراء دون أي رادع من الحكومة، مع وجود سلطات أقوى من الدولة تتمثل بالميليشيات المتنفذة. العراق سجل خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في مستوى الأمية، بلغ نحو 47% بحسب منظمة اليونسكو، فيما حذر باحثون تربويون من خطر عمليات التدمير الممنهجة بحق المنظومة التعليمية في العراق، ووصفوه بالفقير والمتهالك بسبب النهج الذي تتبعه الحكومات المتعاقبة لإسقاطه من خلال تكليف عناصر غير مؤهلة في قيادة دفة التعليم في البلاد.
أبدأ معكم دكتور جاسم الشمري. التعليم له أهمية كبيرة بالنسبة لأي دولة في نهوضها وتقدمها الاقتصادي وفي جميع المجالات، سواء كان التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي أو التعليم الجامعي وحتى التعليم العالي الذي يمثل ربما الجزء الحلقة الأخيرة من موضوع التعليم، ومن هنا يبدأ انعكاسات أهمية التعليم تظهر على هذه الدولة إن كانت تهتم بموضوع التعليم. فما هو أهمية التعليم لأي دولة؟ نعم، شكرا، تحية لك وللأخ المسافر وللمتابعين الكرام. لا شك أن الشعار الذي طالما تردد على مسامعنا وهو ربما مكتوب في كافة المدارس العراقية هو العلم نور والجهل ظلام. حينما نتحدث عن العلم نحن نتحدث عن الحياة والأمل والنور والمستقبل والبناء والعمران والإنسان، وحينما نتحدث عن الجهل نحن نتحدث عن الظلم وعن الموت وعن الخراب وعن التدمير وعن كل اليأس والقنوط. وبالتالي نحن نتحدث عن حالة هي زارعة للأمل والبناء والإنسان وكل الورود وكل ما يمكن أن يبني الإنسان والكون وهو العلم. وعلى خلاف العلم معلوم هو الجهل. يعني مغذيات العلم كثيرة، ومنها البيت، الأسرة، هذا هو المعلم الأول، ثم الأم وهي المعلم الأبرز والأهم، ثم المجتمع، ثم رياض الأطفال إن وجدت. طبعا تعلم جنابك نحن ليس لدينا ثقافة رياض الأطفال التي هي المرحلة ما قبل ابتدائية، ويسمى التعليم الأساسي. نعم. ثم المعلم قبل المرحلة الابتدائية، المعلم يعني على اعتبار هو يفترض تهيئة معلم قبل المدرسة. نعم. ثم المرحلة الابتدائية، ثم المرحلة المتوسطة، ثم الإعدادية، ثم تأتي المرحلة الثانية من التعليم. هذه المراحل الأولى التي ذكرناها من الرياضي أطفال إلى الإعدادية هي تابعة لوزارة التربية، ثم من المعاهد والجامعات إلى التعليم العالي هي تابعة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وبالتالي نحن نتحدث عن وزارتين في العراق. في العراق معلوم على سبيل المثال نتحدث هنالك وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، كل وزارة لها وزير ولكل وزارة لها موازنة خاصة، وبالتالي نحن نتحدث عن كيانين كبيرين لهما يعني حصة جيدة من الموازنة في العراق. حينما نتكلم عن تراجع العلم على اعتبار نحن جئنا هنا للتشخيص، يعني مع الأسف نحن نتحدث عن وجود خلل في النظامين التدريسي والتعليمي في العراق. أظن أنه من أسباب تراجع التعليم في الحالة العراقية على سبيل المثال هو الحروب. تعلم جنابك أن العراق منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اليوم في حالة حرب، الحرب العراقية الإيرانية، الغزو العراقي للكويت، الحصار الدولي، هذا أيضا الحصار من ضمن الأسباب. أنا ذكرت الحروب ثم الحصار، ثم الحصار الدولي على العراق منذ عام 1990 إلى عام 2003، ثم مرحلة الاحتلال، ثم مرحلة يعني تداعيات ما بعد الاحتلال. وبالتالي هذه المراحل غير الصحية تؤثر تأثيرا كبيرا على التعليم في أي بلد ليس في العراق وحده. أيضا يعني غياب البرامج الحكومية. نعم. هذا أيضا واحد من أهم أسباب يعني تراجع التعليم في أي بلد من البلدان. أيضا إدارة الوزارات غير الناضجة، وأيضا قضية مهمة قضية عدم التنسيق ما بين الوزارات. نحن نتحدث عن ضرورة أن يكون هنالك تنسيق ما بين وزارة التربية على سبيل المثال ووزارة التخطيط في قضية القبول المركزي. نعم. وهذه سنتحدث عنها لاحقا. أيضا ضعف الكوادر التعليمية مع الأسف، يعني صار ينظر إلى التعليم على أنه وظيفة، والتعليم ليس وظيفة. بالضبط. التعليم هو مهنة مجتمعية يعني تعين على بناء الإنسان، وبالتالي يعني هنالك يعني هي يعني بعض المهن هي تأتي ضمن مسمى الوظيفة لكنها في الحقيقة هي أكبر من الوظيفة. مثلا على سبيل المثال الإمام والخطيب،
ليس موظفا، هذا داعية يفترض أن يكون له رسالة. له رسالة. وبالتالي المعلم أيضا له رسالة، هذه والدكتور أيضا له رسالة، ويفترض بهؤلاء أن لا ينظروا للوظيفة على أنها مصدر مالي، وإنما ينظروا لها على أنهم يساهمون بجدية كبيرة في بناء المجتمع والإنسان. أيضا عدم وجود وعي أو تراجع الوعي حتى تكون عبارة دقيقة في أهمية التعليم لدى المجتمع، بسبب أننا رأينا في مراحل معينة أن الشهادة لم تعد مجزية أمام المهن غير التعليمية، وبالتالي يعني يندم الكثير من الناس على تعليم أبنائهم، ويجدون من لا يقرأ ويكتب ربما يمتلك يعني موارد مالية أكبر من الذي يحصل على ماجستير والدكتوراه، وبالتالي وهذا واقع. نعم. هذا الأمر بسبب عدم وجود رواتب مجزية لأصحاب الكفاءات، هذا الأمر شجع على الهروب من التعليم والذهاب إلى القطاع الخاص، وبالتالي التأثير على منظومة التعليم. هذا بتقديري أهم الأسباب التي يمكن أن تساعد على نشر الظلم والظلام، وهو الجهل، وتمنع النور والعلم، وهو يعني جزء مهم من بناء أي دولة من الدول. نعم دكتور. دكتور محمود المسافر، مرحبا بك مرة أخرى. يعني عندما نأخذ على سبيل المثال يعني مقارنة بسيطة بين العراق واليابان، اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، لنكن دقيقين تاريخيا، عندما نتحدث عن اليابان سنة 1965، العراق يشبه اليابان عام 1965 بعد مرور 20 سنة على التدمير، تدمير ناكازاكي، هيروشيما وناكازاكي في اليابان، كذلك العراق التدمير الشامل الكامل من عام 2003 إلى عام 23 و2000. يا ترى ما الذي يجعل العراق يعني يتباهى بإنجازات وهمية وإنجازات ملفقة على مستوى التعليم العالي، الذي يعتبر حلقة من حلقات التعليم بشكل عام في العراق، يبدأ من التعليم الأساسي والثانوي والجامعي والعالي، ومن ثم مخرجات التعليم التي تنعكس على مستوى دخل المواطن، على مدى تقدم هذه الدولة في العراق؟ لماذا يتباهون في جعل ترتيب الجامعات، أنها الجامعة العراقية تأتي في الترتيب 37 ضمن التايمز، تصنيف التايمز الدولي، في حين خرج الكثير من المغردين في الداخل العراقي والخارج العراقي ومن المثقفين يسخرون من هذه التصريحات، ويقولون أن هذا مجرد تلفيق، وأن الجامعات العراقية غير متواجدة في هذا التصنيف. يا ترى دكتور، يعني هل لك أن توضح لنا يعني أين أو مكانة الجامعات العراقية في التصنيفات الدولية؟ بارك الله فيك، وشكرا جزيلا لك ولكادر القناة ولضيفك الكريم ولكل مشاهديك. بدءا قبل ما أتحدث في موضوع مهم مثل التعليم في العراق، أود أن أوجه تحية لأبطال غزة، ونترحم على شهدائهم، وندعو لجرحاهم بالشفاء العاجل، ولهم جميعا بالنصر إن شاء الله القريب. آمين يا رب. الحقيقة لنا يعني من الإجحاف أن نقارن ما حصل في العراق مع ما حصل في اليابان. إذا كانت تم تدمير مدينتين تدميرا شبه كامل في اليابان، فقد دمر الاحتلال العراق بأكمله، لأنه تدمير البنى التحتية يمكن إعادته، لكن الاحتلال ضرب المنظومة القيمية السائدة في العراق، بث فيها أمراضا وفيروسات قوية مهدمة مثل فيروسات المحاصصة يومها. لذلك الاحتلال الأمريكي بعد أن وقع مع إمبراطور اليابان على البارجة الأمريكية قبالة السواحل اليابانية، عندما وقع معه اتفاقية الاستسلام التي سميت اتفاقية الاستسلام آنذاك، أخذ اليابان ينهض من جديد ليعيد بناء نفسه منذ عام
1945. ولذلك عندما تحسب 20 سنة من ذلك التاريخ عام 1995، بالتأكيد اليابان بنت خطوات كبيرة، لكن الأمريكان لم يفعلوا الشيء ذاته مع العراق. ولو كانت اليابان في موقعها الجغرافي مثل موقع الجغرافي للعراق، باستراتيجية الموقع الجغرافي للعراق، لما تركت اليابان لليابانيين. أمريكا تركت العراق للحكومة الإيرانية وميليشياتها من أجل تخريب ما لم يتم تخريبه في ظل الاحتلال الأمريكي لمدة 10 سنوات كاملة. لذلك اليوم الإيرانيون الحقيقة في داخل العراق، وهم الحكام الأصليين يعني لنتحدث بصراحة، هؤلاء الحقيقة يخربون العراق من أجل ضمان عدم عودته رقما صعبا في المنطقة، وهم يعلمون على مدى قرون وليس عقود من الزمان دائما كان العراق شوكة في عنق الأطماع الإيرانية في المنطقة. هذا واحد. اثنين، يعني احنا دا نعيش حاله الفوضى. طبعا الفوضى هي فوضى الخلاقه اللي جاءت بها غواندلي زرايس عام 1997، وطبقها جورج بوش الابن في عام 2003 في العراق، واستمرت الى اليوم. هناك فوضى خلاقه حقيقيه يتم من خلالها انتاج كانتونات ميليشيات و كانتونات اقتصادية مهمة جدا، مرتبطة بعضها بالميليشيات وبعضها بدول أخرى، وهذه كلها الحقيقة تنجر بخيوط معينة وتصل إلى السيد الأصلي في واشنطن. هذا بما لا يقل شك. طبعا تدخل الدول المستفيدة مثل إيران، مثل الكيان الصهيوني، تدخل وتستفيد من بعض من هذه الخيوط بلا شك. لكن إيران لها دور كبير الحقيقة في تدمير البنية التحتية الإنسانية والاجتماعية والمنظومة القيمية العراقية، لأن هي أعلم، هي قريبة علينا، هي تعرف مواطن القوة ومواطن الضعف، على عكس الأمريكي الغريب الذي جاء من بعيد. لذلك أنت في حظل هذه الفوضى عندما نأتي الآن لنقيم ماذا يقدم رؤساء الجامعات إلى وزير التعليم العالي. أنت يعني ضمن هذا القطاع، أنا كنت حياتي كلها أعمل بهذا القطاع، احنا نعرف انه هذه هي يعني مو احصائيه تسويها وزاره التعليم، هذه احصائيه تجي من الجامعات. لكن مثلا في موضوع التراتبيه او المرتبيه الخاصه بالجامعات، نعم وزاره التعليم تعين موظف يروح يدخل، مصلحه من يكذب الموظف لمصلحه من؟ اولا لنعرف هو انها فوضى ويريد ان يظهر امام رئيسه انه يعني كبير، وعندما تصل الى رئيسه اما حالتين، اما جاهل وبالتالي تعبر عليه، أو مستفيد من هذا الكذب، وفي الحالتين مع الأسف موجودة في العراق. لذلك يعني عندما يقول مثلا هو فيها أساس هذا موضوع 37، طبعا يمكن المشاهد ما يعرف شنو أساس أن تقول وزارة التعليم العراقية حصول العراق للمرة الأولى على مرتبة 37. هي طبعا الجامعة العراقية حصلت على المرتبة من 801 إلى 1000، هكذا هي التايمز، ماكو مرتبة مباشرة، من 801 إلى 1000 بحصولها على مؤشر، تحقيقها لمؤشر 36.9. هذا 36.9 مؤشر، يعني شلون أنت ناجح راسب إيش قد محصل درجة 40 50، فحصولها على المؤشر 36.9 أهلها لأن تأخذ المرتبة من 801 إلى 1000 لجهلهم المطبق، لأنهم جهل الحقيقة، يعني مع تقدير لمن أتحدث أمامهم الآن، لكن وزير التعليم ونائبه وغيرهم، لأنهم جهلة ولا يقرؤون، أو لأنهم مستفيدين من هذا الكذب، فتمر هذه الأمور. لكن ما يصير تمر على العراقيين، العراقيين ناس أذكياء، يعني يعرفون ماذا يقولون. لذلك اسمع أخي، جامعة واحدة حصلت على ترتيب من 801 إلى 1000، جامعة، وثم 7 جامعات حصلت على ترتيب من 1501 إلى 2000، ومن ضمنها جامعة بغداد. هذه مو 1501، هذه ليس ترتيبها، وإنما هي أعلى من 1501، يعني ليست في إطار 1500 فما دون، فهي 1501 فأعلى إلى 2000 جامعة. هذه هي الحقيقة، قولوها للناس. يعني يا أخي ما أعرفهم ليش يعني الحقيقة يعني خايفين من هذه الحقائق، قولوها للناس وقولوا إحنا نحتاج أن نوسع، نحتاج أن نعمل،
من أجل أن نضمن تعليم جيد لأبنائكم. يعني خلوا خيوط من الثقة بينكم وبين الناس، لكن لا يستطيعون لمرة أخرى يقول، لأنهم متآمرين على المنظومة القيمية العراقية، أو لأنهم الحقيقة جهلة، والاثنين موجود في العراق الآن. نعم دكتور، ابقى معنا لو سمحت، سنعود إليكم مرة أخرى. دكتور جاسم، بطبيعة الحال التعليم له أهداف، من ضمن الأهداف التعليمية أنه يعتبر عنصر مهم جدا في موضوع الاقتصاد ورفع مستوى دخل المواطن العراقي، مستوى رفع دخل يعني المواطنين بشكل عام في العراق تحديدا. لا يوجد إنتاجية، ولكن توجد ميزانيات مليارية يتم توزيعها على شكل رواتب لموظفين، معلمين، مهندسين إلى آخره، عمال، سواء كان في محافظات الشمالية أو محافظات الوسط أو الجنوب. وتجد أن مشاكل المحافظات فيما بينها تتصاعد عندما لا يتم تسديد الرواتب أو إرسال الرواتب، وتتمحور قضية النفط في العراق، أنه إحنا نطلع نفط ونبيع ونحول الفلوس إلى ميزانيات يتم توزيعها على شكل رواتب. أين الإنتاجية؟ أين التعليم؟ ما هو فائدة التعليم؟ الجامعات، التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، ما هو هدف مخرجات التعليم إذا كان المواطن لا يجد أن أولاده سوف يحصلون على مراكز تمنحهم حقوقهم الأساسية وحقوقهم الإنسانية؟ طبعا لا شك أن السياسة والاقتصاد والمجتمع، نعم، هذه الثلاثية يعني كما يقول العلماء هي تؤثر بشكل كبير على يعني مستوى التعليم. الجانب الأول السياسة، حينما تكون الدولة غير متجهة نحو التعليم، لأنك حينما تتجه نحو التعليم هذا يعني أنك ستخلق جيلا واعيا. وفي الدول غير النقية يعني هذه الدول تسعى أن تبقي المجتمع في دركات الظلام، لأنك حينما توصل المجتمع إلى مرحلة الوعي والتنوير هذا يعني أن المجتمع أو الجيل الجديد سيرى الخلل وسيرى الخراب، وبالتالي هنالك أنظمة تسعى جاهدة على أن يعني تبقي حالة الظلام من أجل أن تبقى على سدة الحكم. يعني هي حالة يعني متوائمة، التجهيل. نعم، تجهيل المجتمع شيء مهم، وبالتالي هنالك سياسات خبيثة غير نقية تسعى إلى استمرار يعني حالة المرض في التربية والتعليم، لأنه بحالة الشفاء سيكون هنالك ردود فعل يعني ثورية على الواقع غير الصحي. هذا من جانب. الجانب الآخر هو جانب الاقتصادي وهو جانب المالي. معلوم أن هذا الجانب يعني لا يمكن أن يكون يعني التعليم بالمجان. تعلم جنابك أن التعليم بحاجة إلى يعني ثلاثية، هي المنهج والمعلم والمدرسة. وبالتالي حينما تكون الإمكانيات المادية ضعيفة ستؤثر على هذا الأمر، ونرى هذه الحالة من انتشار مدارس طينية ونحن في القرن الحادي والعشرين، وأيضا عدم وجود مدرس أو معلم مؤهل، مع الاحترام وتقدير لزملائنا المعلمين والمدرسين الذين يحرصون على 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 يعني الحفاظ على هيبتهم التعليمية والتدريسية. يعني هذا الأمر أيضا يؤثر على التعليم، وأيضا غياب المنهج المتطور والذي يربط الطالب بالكتاب. تعلم جنابك أنه اليوم هنالك الكثير من يعني البرامج الجاذبة للشباب والطلاب، من ضمنها الانترنت والموبايل والكمبيوتر، هذه كلها تجذب الشاب، وبالتالي يفترض أن تكون لدينا إمكانيات تجذب الطالب إلى الكتاب. يعني نحن نتحدث عن بلدان هي ليست أغنى من العراق، يعني أردن على سبيل المثال أدخل الكمبيوتر في غالبية المدارس في أمام كل طالب، يوجد تابلت وهناك كل شيء. نعم، وبالتالي يمكن للطالب يعني أن يتعلم بطريقة هو
يعني يميل إليها بسبب انتشار الانترنت وانتشار الموبايل والكمبيوتر، وبالتالي حينما تحاول يعني أن تتطور مع الزمن، يعني لماذا لا نصل إلى مرحلة يعني نلغي فيها الكتاب، يعني ليكن التعليم بدل أن نطبع هذه الكتب بملا. أين هي؟ أين الكتب لا تطبع ولا يعني موجودة؟ نحن نفترض أن نتكلم بالحالة يعني الصحيحة، بدل أن نعطي الطلبة هذه الكتب، يمكن أن نستغني، كل طالب يحتاج إلى 12 كتاب، يمكن عبر جهاز لابتوب واحد أن يعطى للطالب، ويستمر هذا الجهاز مع الطالب لكل مرحلة من الأول ابتدائي إلى المرحلة الإعدادية، ثم ربما في الجامعة نعطيه جهازا آخر، وبالتالي ستكون تكلفة هذا الجهاز أقل من مجموع الكتب التي تعطى للطالب. وعليه نحن هنا نعمل على أكثر من مجال. المجال الأول نربط الطالب بالعلم عبر إعطاء جهاز متطور، أيضا نربط الطالب بالعلم ويعني عبر يعني إدخال برامج جديدة تعليمية، وأيضا نقلل من مصاريف يعني أكثر يعني تعلم جنابك. أقل مرحلة بالعراق هي المرحلة الأول ابتدائي، ربما يحتاج فيها ما لا يقل عن 6 كتب، وبالتالي حينما يمنح الطالب هذا الجهاز ولا يعطى كتب بالمقابل، هذا أمر أيضا فيه مردود مالي على الخزينة العامة للدولة، هذا إن أردنا أن نبني الإنسان. وبالتالي أتصور أنه الإشكالية معقدة، هنالك خلل في الإدارة، خلل في عدم وضوح الرؤية. يعني مثلا على سبيل المثال، هنالك إحصائيات تتحدث عن وجود 47% من نسبة أمية في العراق، يعني ربما نحن نتحدث عن 52 يعني 50% من المجتمع العراقي لا يقرأ ولا يكتب. أما إذا ذهبنا إلى النظرة الأمية العالمية، وهي نظرة أنه هل يحسنون استخدام الكمبيوتر ب3 لغات أو لا، فهذا يعني أنه ربما أكثر من 90% من المجتمع العراقي هم من الأميون في العالم. أيضا قضية المدارس، وزارة التربية هي التي تقول نحن بحاجة يعني إلى 25,000 مدرسة في العراق، هذا قبل 6 أشهر، استلمنا 400 مدرسة، هذا يعني بقيت الوزارة بحاجة إلى 24,600 مدرسة، ويقال إنه خلال سنة سنستلم 8,000 مدرسة، وهذا يعني إننا سنبقى بحاجة إلى ما يقرب من 14,600 مدرسة. هذه أرقام مخيفة، يعني حينما تذهب إلى أي دولة عربية دكتور، دولة عربية مجاورة من الخليج أو غير الخليج، دول الخليج دول نفطية نعم، لكن العراق أيضا دولة نفطية، ترى المدارس تباهي وتضاهي المدارس الخاصة في العراق والعالم. لماذا؟ لأن هنالك يعني رغبة حقيقية في تطوير التعليم. أما بقاء يعني حينما يذهب الطالب إلى مدرسة طينية دكتور، وتخيل معي في يوم ممطر والطالب يذهب إلى مدرسة طينية، أي علم أي قراءة؟ طيب ما رأيك إذا قلت لك يعني الطينية أفضل بكثير من التي وعدوا بتركيبها من الساندويش بانل التي ممكن أن تحرق الطلاب وتحرق المدارس؟ نعم. في أي لحظة كما حصل في قاعة الأعراس في الموصل، أو كما حصل في مستشفى الحسين أو غيرها من الحوادث. نحن نتحدث هنا دكتور عن 13 مليون طالب في وزارة التربية اليوم في العراق، 13 مليون طالب اتجهوا إلى مقاعد الدراسة قبل أقل من شهر. تخيل معي 13 مليون يعني أعداد ضخمة. حينما تحاول أن تبني هذه 13 مليون ربما يتسرب منهم 3 مليون يبقى 10 مليون، حينما تنجح في بناء 1,000,000 من هذه 10 ملايين بشكل صحيح، أنت ستبني الدولة بعد 10 سنوات بشكل يعني غير. ونحن في سنة 2023 دكتور، اسمح لي أنتقل للدكتور محمود المسافر، في سنة 2023 نحن والعراق إلى الآن فيه مدارس طينية، وإلى الآن هو يخطط لاستيراد مدارس على شكل ساندويتش بانل من السقوف التي هي تعتبر
سريعة الاشتعال والتي تهدد حياة الطلبة، وهناك استحداث لعشر كليات حكومية، وهناك 129 قسما في الجامعات تم استحداثه، وهذه من ضمن إنجازات حكومة الإطار التنسيقي التي تحدثت أو أعلنت عنها وكالة الأنباء في العراق. دكتور محمود، وجود كليات أهلية في العراق، لا نتحدث عن مدارس طينية طالما تحدثنا عن هذا الموضوع، نتحدث عن الكليات الأهلية الموجودة والتي عمت بغداد وجزء من المحافظات. ما مدى أهمية هذه أو استحداث هذه الكليات أو الجامعات الأهلية التي تتم بدفع رؤوس أموال كبيرة؟ البعض يعني يقول بأنه هي مجرد غسيل أموال وأنها لا تخرج طلبة بكفاءة معترف بها دوليا وفق معايير الجامعات. ما مدى أهمية أو خطورة هذه الجامعات دكتور؟ مرة أخرى بارك الله فيك أخي العزيز حقيقة الأستاذ سمير. أريد بس أعقب على موضوع المدارس الطينية سريعا إذا تسمح. أولا، المدارس الطينية نفسها هي مو عيب عندما تكون الدولة غير قادرة، والدليل إحنا دولتنا العراقية منذ تأسيسها عام 1921 كانت فيها بعد العشر سنوات الأولى من التأسيس عدد كبير من المدارس الطينية، والمدارس الطينية في الأربعينات والخمسينات خرجت حقيقة أساتذتنا اللي يدرسون كثير من أساتذتنا، وخرجت الكثير من الشعراء والأدباء والعلماء. عبد الجبار عبد الله جاء من المدرسة الطينية الرجل العبقري. لكن المدرسة الطينية الحقيقة، المدرسة نفسها هي أحد الثلاثة شروط، هناك شرط المدرس وهناك شرط المنهج وهناك شرط المدرسة. عندما الدولة ما عندها ممكن أن يكون يعني تسوي تضحية بموضوع المدرسة، لا تكون مدرسة مناسبة، لكن لا يمكن التضحية بالمنهج ولا يمكن التضحية بالمدرس بالكفاءات. وأنا يعني أضم صوتي لصوت ضيفك الكريم في أنه مع تقديرنا واحترامنا لكل المعلمين والمدرسين، لكن غالبية من موجود الآن غالبية عظمى غير كفو، لأنهم لا يعرفون لا المناهج الجديدة ولا طرق التدريس الحديثة ولا ذلك. احنا عندنا موضوع المدارس الطينيه جزء من فوضى عامه في موضوع التعليم، في موضوع المتطلبات التعليم. اما نجي على الجامعات وسؤال المباشر، انا قلت في اكثر من لقاء ان اغلب الجامعات اللي اذا تفتح الان ومنها بعض الجامعات الفروع الاجنبيه هذه مقرات تستخدم لعمليه غسيل اموال بما لا يقبل الشك عندي ابدا. اليوم يعني الولايات المتحده الامريكيه والخزانه الامريكيه وضعت الكثير من العقوبات، ليس فقط على ايران بل على بعض الجهات العراقيه ومن ضمنها بنوك ورجال اعمال، لانهم يتعاملون مع الحكومه الايرانيه. لذلك الحكومه الايرانيه اليوم تستنفد كل الفرص، ومن أهم الفرص أن تأتي بجامعات ويدخلوا لها طلبة وتحول الأموال هذه بموجب اتفاقية مباشرة بينهم وبين الجامعة الأصلية، أنه أي طالب يجي يدفع 4.5 ملايين نحولها إلى 3000 دولار نحولكم إياها. وبالتالي إذا سمحت لي في هذه النقطة قبل يعني أن يعني نسترسل أكثر، يعني إبرام 158 مذكرة تفاهم بين الجامعات العراقية ونظيراتها الإيرانية. دكتور محمود، إلى أي مدى ترى أن هذه الجامعات الموجودة في العراق تعتبر أيضا، طبعا أقصد الأهلية المستحدثة، تعتبر أيضا متنفسا للعقوبات لكي تفلت إيران من العقوبات المفروضة عليها؟ بما لا هي حالها للأسف الشديد، طبعا أدخلوا التعليم، هي حالها حال المستشفيات الخاصة وحال البنوك الخاصة، هي نفس تعمل نفس الإجراء، تعمل نفس. لذلك أنت اسأل ونذهب لنستقصي فنرى أن هذه الجامعة هي للميليشيا الفلانية، وهذه الجامعة للميليشيا الفلانية، وهذه الجامعة للحزب الفلاني، وترى أن هذا الحزب
لديه جامعة أو جامعتين وبنك مصرف أو مصرفين ومستشفى أو اثنين أو حتى عشرة. هذه الحقيقة هو ليس لتوفير الأموال وليس يعني مو ماني جنريتنج، مو حتى يولدون مال، لأن هو المال عندهم مسروق من النفط العراقي، هم عندهم حصة من النفط العراقي يسرقوه، لكن مشكلتهم كيف إيصاله إلى إيران. هذا الموضوع وضعت أمامه حواجز وعقبات كبيرة. ولذلك اليوم يعني أنت لا تستغرب أن تظهر شيء رابع غير البنوك والمستشفيات والمدارس والجامعات، لأنهم يستنفذون كل الفرص اليوم لكي تبقى إيران مثل الجراد تأكل من جسد العراق والعراقيين. هذه هي المشكلة الحقيقية. لذلك أنت اسأل على موضوع ذهاب رؤساء الجامعات أو نوابهم إلى إيران للتوقيع. حتى هذا جرى على وفق ابتزاز قام به نائب وزير التعليم العالي لكل الجامعات، والجامعات اليوم لأنها جزء حتى يعني اللي أصحابها خيرين، ويعني أنت تعرف يعني هذا بلدنا بكل شيء الآن، حتى هؤلاء ما يستطيعون إلا أن يرسلوا رئيس الجامعة أو يرسلوا نائبه أو عميد كلية، لأنه يخافون من وطأة عقوبات قد يتخذها وزير التعليم الميليشياوي أو نائبه الميليشياوي أيضا. هذول أخذوهم 143 شخص بالإجبار الحقيقة حتى يروحون يوقعون مذكرات تفاهم، ورؤساء الجامعات هؤلاء يظنون أن الأمر قد انتهى، لم ينتهي، سيجبرونهم على أن يوقعوا وينفذوا هذه الاتفاقيات، لأن هذا الآن في إطار مذكرة تفاهم، سيوقعوا اتفاقيات وسينفذونها، وبالتالي ستتغلغل المؤسسات الإيرانية بالكامل. تعرف أنت جامعة مثل هاي الجامعة اللي وقعوا عليها في كربلاء اللي هي طهران للعلوم الطبية، هذه راح يجي بيها عشرات بل مئات الموظفين من طهران، فيهم المخابرات وفيهم الاستخبارات وفيهم الحرس الثوري وفيهم، ويتغلغلوا بالمجتمع وينظموا الجواسيس، وقضية كبيرة مواد أولية تشارك التعليم العالي من أجل تدمير الإيران. دكتور، من وجهة نظرك هل ممكن أن تستخدم طهران الجامعات العراقية كمادة لاستيراد مواد تلزمها في برنامجها النووي؟ 100% أنا أقول لك الآن ليس معلومة، لكن حدثي الشخصي، لأننا نعرف إيران هذه العدوة على المدى الطويل، إيران ليست ستستفيد، إيران مستفيدة من هذا الموضوع، وأكد لك أن هذا الموضوع مستفيدة منه إلى اليوم. هناك مختبرات تستورد والمختبرات لا تصل للعراق، إذن أين هي؟ يقولون أن هذا فساد مالي. أنا من وجهة نظري هذا ليس فساد مالي، المختبرات مستوردة لكن لم تأتي للعراق، ذهبت إلى طرف آخر. نعم دكتور، أبقى معي لو سمحت دكتور جاسم الشمري. طبعا بالتأكيد موضوع التعليم والمعلم والمنهاج والوسائل التعليمية، لنتحدث عن موضوع نظام المحاصصة وكيف اختار موضوع المعلم. المعلم هو العنصر الرئيس من العناصر البشرية التي تؤثر في العملية التعليمية وفي مخرجات العملية التعليمية. كيف تصف دور المعلم في العراق بعد عام 2003؟ طبعا بداية يعني نقدم التحية لكل المعلمين والمدرسين، يعني الجهد الذي يعني يقوم به المدرس والمعلم، يعني فعلا المعلم شمعة يحترق في سبيل الآخرين. يعني تجد المعلم يعني ما لا يقل عن 4 ساعات يقف على قدميه يتحدث بصوت عالي وبأعصاب مشدودة ويحاول إيصال معلومة إلى الطلبة، وبالتالي نحن نتحدث عن إنسان يحترق في سبيل الآخرين. اليوم في العراق بعد تعيين الحكومة 13,000 يعني متعاقد، ربما هنالك أكثر من مليون معلم ومدرس، ومع هذا الأكثر من مليون معلم ومدرس العراق اليوم بحاجة إلى مليون مدرس، وبالتالي حينما نتحدث عن احتياج العراق لمليون مدرس، هذا يعني أن المدرسين الموجودين اليوم في المدارس هم يعملون بطاقة 200%، يعني ضعف الطاقة المطلوبة منهم، وهنالك مدارس يقال أن هنالك يعني دوام ثلاثي ورباعي، يعني مدارس تداوم 4 شفتات في المدرسة واحدة بسبب نقص المدارس ونقص الكادر التعليمي. وعليه يعني نجد مدارس مكتظة مثل
مدينة الصدر والشألة وغيرها، هذه مدارس يعني فيها ما لا يقل بعض الصفوف عن 100 طالب. تخيل دكتور حينما يكون في الصف 100 طالب، كيف يمكن للمعلم أن يتابع الواجبات اليومية، كيف يعمل أن يقوم بالامتحانات اليومية السريعة؟ هذا أمر صعب هناك جدا. هناك مدخلات مستجدة أيضا وخطيرة جدا دخلت على إلى المدارس وهي المخدرات، هذا نتحدث به لاحقا. وبالتالي حينما نتحدث عن الجزئية في هذا السؤال وهو المعلم، يفترض هنا الاهتمام بمرتبات المعلمين. يعني لا ينظر للمعلم الذي يقف على قدميه لأربع ساعات مثل موظف الجالس خلف المكتب والجهد الذي يعطى هنا ويعطى هنا وهما في ذات الدرجة يعني التعليمية، هذا بكالوريوس وهذا بكالوريوس. هنالك جهود تعطى من قبل معلمين لا تعطى من قبل غيره، هذا أمر. يعني هنالك بعض الموظفين يعني دوره ربما على التوقيع فقط، وبالتالي يفترض يعني تطوير أو زيادة رواتب المعلمين والمدرسين بما يتساوى مع هذا الأمر. ولو كان الأمر بيدي لوضعت رواتب المدرسين ما لا يقل عن $1,000 شهريا، على اعتبار أننا هذا أقل راتب. لو حصل ذلك لازدالت الأسعار بنفس القدر؟ لا يعني نتحدث. وبالتالي أيضا يفترض توفير يعني الضمان الصحي لمعلمين. تخيل مع المعلم يعني يذبل من أجل آخرين وفي لحظة من اللحظات يكون مصاب بأمراض المفاصل والروماتيزم وغيرها من الأمراض بسبب كثرة الوقوف. أيضا قضية مهمة دكتور، قضية تنقلات المدرسين ما بين المدارس. لماذا ينقل المدرس إلى مدرسة بعيدة تبعد عن بيته ربما ساعة ونصف أو أكثر وكأنها عقوبة وليس يعني دوام رسمي؟ لماذا إن كان من الممكن أن يكون هذا المدرس في مدرسة قريبة يصل إلى مدرسة وهو مرتاح ويمكن أن يكون الإنتاجية أكثر؟ أيضا قضية المدرسين والمعلمين في القرى والأماكن النائية، يفترض أن تعطى لهم مخصصات مجزية أمام هذا يعني هذا الأمر، منها التنقلات وأيضا هذه الفروقات لل. إذا تهميش المعلم هو هذه الصفة السائدة بعد عام 2003. يعني أنا أقول يفترض الاهتمام بالمعلم أكثر. المعلم هو القدوة، حينما يسحق القدوة لا يمكن أن تكون هنالك ثمار. الطالب يعني في مرحلة الابتدائية إلى مرحلة الإعدادية وربما حتى الجامعية يعني ينظر إلى المعلم والمدرس على أنه قدوة. حتى في هذه المراحل مع الأسف أو ربما هذه هي طبيعة الإنسان، يقل دور الأب والأم والعائلة بسبب أنه الطالب وجد له قدوات جديدة وهو المعلم والمدرس. أنا لازلت حتى الآن أتذكر الأستاذ زيرك مدرس مادة كيمياء في إعدادية ابن رشد في بغداد، ولحد الآن أنا أعتبره قدوة في كل شيء، في سلوكه، في كلامه، في تصرفه، في كل تصرفات أستاذ زيرك أنا أعتز بها. وبالتالي للمعلم مكانة عظيمة تبقى في الذاكرة دائما. التعليم هي رسالة الأنبياء. نعم. ورسالة الانقياء في الأرض. نعم. وبالتالي أيضا موضوع الجودة، لنتحول إلى موضوع الجودة التعليمية وأيضا الجودة التدريسية للأستاذ الدكتور محمود المسافر. دكتور محمود، كيف تصف جودة التعليم وجودة العملية التعليمية في العراق في أجواء من المناخ التعليمي تسوده مستجدات خطيرة جدا بعد عام 2003، وهو موضوع لا يمكن التغاضي عنه أبدا، وهو موضوع نشر المخدرات داخل المؤسسات التعليمية؟ بارك الله فيك مرة أخرى أخي العزيز أستاذ سمير. أولا الأمم يعاد بناءها بشكل صحيح عندما الحقيقة تصارح الأمة نفسها. لذلك تشوف أكو ثلاث تجارب مهمة جدا في تاريخ الإنسانية موضوع التعليم. تجربة لي كوان يو اللي هو مؤسس سنغافورة، اللي أسس سنغافورة في عام 1963، وتجربة محاضير محمد عندما أصبح رئيس الوزراء عام 1981، وتجربة رئيس الوزراء
كوريا الجنوبية الذي لا أذكر اسمه، هو أحد أهم مؤسسي كوريا الجنوبية بعد عام 1952. هؤلاء عندما جاءوا وشافوا أنه الأمة بكاملها منحطة، هي في مشكلة حقيقية في كل شيء، اقتصاديا وسياسيا وكل شيء، مثل ما نمر به اليوم، فقرروا أن يبدأوا بالتعليم وليس أي شيء آخر. يعني مع تقديري واحترامي وحبي للمعلم وما يمكن أن يقوم به على قدر استطاعته ووفق كفاءته المتوفرة الآن، لكنه ليس كفؤا، ليس كفؤا، لا يأخذ الدورات الكافية، ليس لديه مثل ما ذكر ضيفكم الكريم راتب كافي، ليس لديه مواصلات مناسبة وصله، ما عنده ظرف صحي صحيح كذا. فالآن هو يعمل بما لديه من إمكانيات وليس بما لدى الدولة من إمكانيات، وهذا يجعل من الوضع التعليمي وضع في أسوأ أنواع الجودة، في أسوأ أنواع الجودة. لذلك هؤلاء الثلاثة اللي قلنا عليهم ذهبوا إلى التعليم وقالوا نترك لا صناعة لا زراعة، ما مهم هذا كله، يمشي كما كان يمشي سابقا ونبدأ بالتعليم. 10 سنوات، بعد 10 سنوات عندما تخرجوا، بدأوا يتخرجون من أبناء الابتدائية والإعدادية وصاروا خريجين، صارت هذه نواة التغيير الحقيقية بالمجتمع. لذلك اسألني كيف إيش صار، كل واحدة من هذه الدول أسست مؤسسة تدريبية للمعلمين، لا يمكن للمعلم أن يجاز إلا أن يدخل في دورة تدريبية من 6 أشهر إلى سنة، ينطوا مجال إذا رسب في الدورة التدريبية 6 أشهر يكمل لمدة سنة، إذا رسب بعد هذه السنة يخرج من العملية التعليمية، ما يبقى مدرس. لذلك صاروا المدرسين هم قدوة المجتمع وليس أي أحد آخر، ليس السياسي ولا الاقتصادي ولا الطبيب، المدرس هو قدوة المجتمع. فخرجوا أجيال مهمة جدا قادت عملية التغيير العظمى في 3 دول مهمة ومعروفة الآن في العالم، هي سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية. هذا الموضوع اللي ده اتحدث الآن لا يمكن أن يحصل في ظل عدم وجود قرار سياسي وعدم وجود قرار سيادي وأنت محاصر وأنت يعني تبع إلى دولة، هذه الحقيقة. لذلك عندما تأتي ونضيف فوق كل هذه المشاكل موضوع المخدرات، فمن الذي يدفع بكيكة للأساتذة والطلاب حتى يأكلوها وهي بها مخدرات؟ لماذا يعني؟ هو لتعويد الشباب والبنات وكذا على هذا الموضوع. حتى في غضون فترة معينة يمكن لا تتجاوز 10 سنوات يحصل عملية تدهور رهيب الحقيقة في صحة وتعليم وقيم وأخلاق الجيل، وخلاص بعد هذا الجيل يسلموه الجيل اللي وراء. هذا هكذا يفكر الأعداء، يفكر أعداؤنا هكذا. لذلك في عملية، يعني أنا لا يمكن أن أنصح نعيم عبود، لأن نعيم عبود جاء من الميليشيات، لكن أنا أطالب الأساتذة، أطالب إخواني وأخواتي من الأساتذة والأستاذات في الجامعات أن يدرسوا الشيء الصحيح، بدلاً من أن يذهبوا ويدرسوا جرائم النظام السابق، عليهم يدرسوا كيف يبني الإنسان المجتمع، كيف هذا الطالب ممكن أن يساهم في بناء مجتمعه. هذا اللي عليهم أن يدرسون به الأساتذة. أيضاً مطلوب منهم أن تكون لهم وقفة حقيقية، مو أن يكونوا أدوات كما يريد الجلاد أن يكونوا. شكرا. المخدرات اليوم تحتاج فقط 10 سنوات، لا تحتاج إلى 30 سنة أو 20 سنة. فإذا سكتنا من اليوم بعد أن عرفنا بوجودها، 10 سنوات سيقود جيل المخدرات، سيقود العملية التعليمية وكل شيء في العراق، وهذا أخطر شيء ممكن يصير. وستكون الجامعات الأجنبية المفتوحة التي جاءت سواء من إيران أو غيرها هي عبارة عن وسائل نقل للمخدرات والمثلية الجنسية والرأي والرؤى السياسية والاجتماعية الشاذة وكل أنواع الشذوذ التي نراها في العالم، راح تنقل عبر هذه المؤسسات، ليست لأنها مؤسسات أجنبية، لأن المؤسسة الأجنبية ليس بالضرورة أن يكون فيها عيب، لكنها ستستخدم في ظل الفوضى العارمة كأداة لنقل هذه الجراثيم الدولية المنتشرة. شكرا جزيلا دكتور محمود المسافر الأكاديمي والباحث السياسي، وشكرا جزيلا لضيفي في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. نعتذر منك لانتهاء وقت البرنامج. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.